نجيو ان شاء الله لهذا الموضوع هذا ديال الرسائل في الفيسبوك. انا هاد الصفحه في الحساب ديالي، انا عندي حساب شخصي وصفحه هي رسميه ديالي، حساب وصفحه، صفحه انشئت يعني حديثا، اما الحساب قديم. ما كنتش كنشر هاد الفيديو انا في الحساب ديالي، وانما الناس كانوا كيصوروهم بالتليفونات ديالهم وينشروهم، ينشروهم في, 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 في اليوتيوب وفي الفيسبوك على الصفحات ديالهم. ثم انتشرت هذه المقاطع هذه، وبقاو الناس كيستدعوني للحفلات ديالهم كأعرس، أعرس ولا حفل عقيقة يعني أسبوع فقط. وكنمشي نوصل لهم، كان كنذكر أول مرة الآيات والأحاديث وكلام العلماء والنصائح. ثم بعد ذلك وغالبا في الأعرس بعض الطرائف، إلا أننا وللأسف الشديد احنا كنعيشوا في واحد المجتمع ديالنا يظن ان الاسلام جاء باش يقول الناس تغوبشوا، هذه نعيشها كأحب، هذا احب من احب وكره من كره، هذا واقع ما له من دافع. اننا احنا باقي ما استفدناش من الاسلام، ولهذا اقول لهم كثيرا ان احنا خصنا نعيدوا النظر في الاسلام ديالنا، لان هذا الاسلام اللي عليه احنا دابا هو مجموعه من تقاليد وعادات، والا فالاسلام الصحيح هو اللي كان في القران وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعك من الطوائف والجماعات والاحزاب، لا لا التفرقه وكذا، وانما الاسلام الصحيح هو انك تقرا القران والاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاسلام الصحيح. ولهذا كتشوف احنا في المجتمع ديالنا دابا حتى الامثله اللي عندنا صعيبه، كنكونوا كنضحكوا مع العائله وكنقولوا الله يخرج هذا الضحك على خير، وكاننا كنا نشربوا الخمر ولا نسكروا ولا، وغا يخرج هذا الضحك بخير، مال ما نضحكوش مالنا احنا، وشمت. ولهذا هنا كنتذكر في واحد المقطع يعني كان انتشر في الفيسبوك، وجا واحد الاخ بلحيه، وانا غنجي نتكلم على الاخوان يعني غنتكلم على هذه القضيه معامله احنا مع بعضياتنا الناس اللي باللحيه وكذا، وزعما اللي احنا محسوبين على الاستقامه والالتزام، انا غنتكلم على هذا الموضوع. جا قال لي اخويا واش هذا الفيديو اللي عندك منتشر في الفيسبوك واش الدرس كيكون فيه الضحك؟ قلت له هذاك ماشي درس، راه هذيك خطبه الجمعه، ما شفتينيش انا فوق المنبر، وهذا ماشي درس ولا احنا في الجامع، احنا في عرس. ولهذا الناس دابا عمل العرس فيه المناكير والمصائب والشطيح والرديح والاختلاط، وكاين اللي يجي سكران وكاين وشمت، علاش خصهم ينشطوا؟ علاش الاعراس ديالنا رجعوا خصهم مغوبشين؟ لا، نعملوا العرس ديالنا ملتزم، والعرس مزيان وما فيه شي مخالفات وما فيه شي معاصي، ولكن في نفس الوقت نفرحوا بهذه النعمة، لأن الزواج من أعظم النعم، ينبغي الإنسان أن يظهر الفرحة والسرور. صاحبنا كيقول لي لا الضحك في الدرس، ولا هذا ماشي ضحك في الدرس، هذا رحنا في عرس ولا بد يكون فيه طرائف، ولكل مقام مقال. وأنا أعاني كثيرا حقيقة، أعاني، كيوصلوني في الفيسبوك الرسائل وأغلبية من صحاب اللحية، الزنادقة والفساق والحومق والسكيرية والملاحدة والعلمانيين، ما يوصلولكش الضرر بحال اللي يوصلوه لك خوتك، ولو انهم طائفة قليلة، ولكن هذه خصنا هذا واقع، وشمتي. ولهذا احنا الاخلاق ديالنا سيئة الا من رحم الله، وحنا نحبب الناس في الدين، مين يوصل لك اخر الرسالة ما عجبكش الفيديو ما تشوفوش. طيب لنفرض انني اخطأت في مسألة، اليس من الاسلام ان تنصح الاخ ديالك بالتي هي احسن وبالكلام الطيب؟ اذا كان الله عز وجل من اللي يرسل موسى وهارون لفرعون باش امرهم، مشاو قال لهم قولوا لفرعون يا مسخوط الوالدين يا المجرم، انت كتقول رب انا ربكم الاعلى، لا فقولا له قولا لينا وقولوا للناس حسنا، خاطب الناس بالكلام اللين. اعود واقول اننا ينبغي لنا ان نعيد النظر في الدين ديالنا والتدين، الرجوع للاسلام الحقيقي اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف حديث واحد فقط، هذا حديث واحد، والا فالالاف من الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كدعي الفضائل الاعمال والاخلاق، هذا حديث واحد فقط كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، والفرح بهذا الدين ونعيش احنا مزيانين. احنا مع بعضياتنا ما متفاهمينش، حتى الطبقه المتدينه الملتزمين مع بعضياتهم راه يعني بحر لا ساحل له في المخالفات في الخلافات والردود والمشحنات والحقد والحسد. سبب هذا هو ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دياله.